التليفون. نبدا وقتي معليش بدا الحريق اختي راه بدا بالصباح بكري بالليل مع هذيك الثلاثه انا حتى ولات 3 ونص تقريبا انا حتى هذيك 4 ونص عاد سقت الخبار الناس راه ساكنين هنايا راه السكان اللي قدام السوق راه ما ساقوش الخبار حتى بداو كيتفرقعوا البوطاج والقاص الضوء عاد الناس ساقوا الخبار وعاد فاقوا صونا ولينا من صونا ولينا جينا لقينا اللي عطى اللي عطى لقينا المحل الاول مشى الثاني بدات فيه العافيه الثالث خرجنا منه شويه ديال السلعه تنقول لك واحد الجهد ديال 20000 درهم ديال السلعه والباقيه راه مشات راه مشات مشات للسيد اللي خدام معاه اللي خدام معنا مشات ليه مسكين راه علينا 25 مليون ديال السلعه اللي مشات ليه هو اكثر واحد ضر في هذا السوق هذو الناس راه كامله مضروره راه الله يحسن العوان راه اللي ما كانش شي حل راه الله يسر بنا المراه راه قومان عايشه اختي في هذا السوق ما نحتاجش نقول راه قومان ديال الناس عايشه في هذا السوق هذا وكنتمنى من الله يدير لهم الله شي شاول ديال الخير وصافي حنا ساكنه هنايا وعمال هنايا 12 سنه لمده 12 سنه انايا عامل عند واحد السيد 12 سنه انا ما يمكنش لي في الصباح شنو غنخرج ندير في الصباح مين غادي نفيق في الصباح انا غادي نحل عيني شنو غادي نخرج ندير راه خصهم يديروا معاهم الحل عند الدري خيرات تحركت ليه براكه نتا راه ما سالت فيها ما هو كنتمنوا من الله يديروا معاهم الحل والله يعوضهم والله الله يدير واحد اللي عنده الحل عنده هنايا الحانوت بالنسبه ل تنشوف ان هذا الحريق اللي تدار ما عرفنا لا اسباب ديالو كيفاش جات كيفاش حتى شي كتجي تهضري لانك هو تحرق التعويض غتعوضي ما كاينش اللي غادي يعوضك كان عافيه كان بامكانها انها تطفى منين بدات من لي كان بامكانها انها تطفى ما الناس سمعوا الهضره وسكتوا ولاو في الواحد تيضرب غير على راسو تيخرج داكشي اللي عنده باش يعيطوا علينا حتى حد ما يعيط علينا حتى الخمسه الصباح عاد حنايا سقنا الخبر بان العام الاهم من كل شيء الاهم من كل شيء انه كي غيديروا الناس العائلات اللي ضرات وثلاث سنين ديال الشوماج ديال ملي كانت هاد الكونفيرمو ما كاين والو ملي الناس بدات تخدم هي شعلت العافيه بدات تحب وتبن ما خلات الناس ما خلات لهم دابا حتى شي حاجه باش غيعيشوا باش يعيشوا هاد الاولاد باش يخلصوا هاد الكره باش يعيشوا المعيشه من نارهم ما عندنا حتى ريال باش يقضيو هاد الناس تضروا لاقصى درجه ما كاين والو هنايا الفريزات اللي كاين عندهم عمرو بهم بالكريدي كيبيع باش يرجع المول السلعه ها مول السلعه دابا ما عندوش من نهار وما عندوش باش يخلصوا شنو غيدير لي معاه دابا مشى لي حانوت راه كلهم شات له سلعه شنو غيدير هاد السيد هذا وانا كنتمنوا من الناس وكنتمنوا من السلطات ومنتمنوا من اي واحد عنده دخل في هاد السوق هذا ياخذ هاد الشيء بعين الاعتبار ويرد الناس حقهم ويعاونهم بخا غير بشويه راه انسان راه مخدم مع عباد الله راه هاز عائله راه هاد الشيء اللي وقع لهم راه الحاله لا يرثى لها ها انتم كتعينوا براسكم وكتشوفوا هذا الشيء اللي واقع ما داروا لينا والو ها انتم كتشوفوا ما بغاوهمش يبقاو هنا راه كاين يديروا لهم حل يديروا حل يشوفوا هذا الشيء من الناس يلا تبنى هذا السوق جديد وخسروا عليه الناس الفلوس وضربوا عليه تماره باش بناوه وفي الاخر ها هو مشى كل شيء يلا بحال حتى حاجه ما دارت باقي يلا ما عفدوزهم باش تبنى ولا تروتهم باش تبنى حتى حاجه ما باينه راه حشومه هذا الشيء اللي كيوقع حنا ما عرفنا لا من عند الناس ولا من عند الشركوي ولا بوطه ولا ما عرفناش شنو هذا الشيء اللي وقع ولا حادث مفعول والله الله اعلم خاصة حنا كنتمناو من السلطات ومن الناس المسؤولين في هذا المجال الله يرحم لكم الوالدين شوفوا من حال هاد الناس هادو راه ضاربين تماره راه معمرين بالفلوس راه معمرينش بالتبن راه معمرين بالفلوس انا فلوس تيضيع راه فلوس يضيعوا عندهم وليدات والو دابا مشى راه 6 المليون 6 المليون هذه غير اقل حاجه اليوم 25 مليون 30 مليون والناس اللي مضرره ما كنهضرش على راسنا راه هو معمر 25 مليون هي مشات لي ومخدم معاه الناس راه هذا الشيء اللي كيوقع راه لا اله الا الله راه حنا مني باقي واقفين عندنا الزهر مني باقيين واقفين كنشوفوا في هذه الحاله الماساويه اللي واقعه لنا دابا